تقع سلطنة عمان في جنوب شرق الجزيرة العربية، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 4 ملايين نسمة، من بينهم 40% أجانب. عمان هي البلد الإسلامي الوحيد الذي يعتمد فيه نظام الحكم رسمياً المذهب الإباضي. يعتمد اقتصاد عمان على النفط الذي يمثل نصف إجمالي الدخل القومي، كما أصبحت عمان مقصداً سياحياً مميزاً في منطقة الخليج العربي، حيث قامت الحكومة في العقد الماضي باستثمارات مكثفة لتطوير الفنادق الراقية والمنتجعات الشاطئية. نظام الحكم في عمان ملكية مطلقة، على رأسها السلطان قابوس بن سعيد من مواليد عام 1940، وهو ثامن سلاطين أسرة البوسعيدي. وصعد السلطان قابوس إلى الحكم عام 1970 بعد أن أطاح بوالده، وهو اليوم صاحب أطول فترة حكم من بين الحكام العرب. ارتبط شخص قابوس بالدولة العمانية ويلقب بوالد الأمة، وله السلطة المطلقة، فهو أعلى هيئة تشريعية في البلاد، كما أنه يشرف شخصيا على عدد من الوزارات والقوات المسلحة. وعلى خلاف نظرائه من رؤساء منطقة الخليج العربي، فإن السلطان قابوس لم يعلن وريثا للعرش، بما أن القانون الأساسي للبلاد ينص على أن مجلس العائلة الحاكمة يختار وريثا بعد أن يصبح العرش شاغرا. وقد أثار مكوث السلطان قابوس للعلاج في ألمانيا عام 2014 قلقا في البلد بخصوص من يرثه في حال وفاته. شهدت عمان نهاية القرن الماضي حملات اعتقال ضد معارضين اتهموا بمحاولة الانقلاب على الحكم، وصدرت ضدهم أحكام قاسية وصلت إلى الإعدام. وكان من نتائج هذه الأحداث أن قرر السلطان قابوس عام 2003 إنشاء مجلس شورى منتخب، ولكن ذو صلاحيات محدودة وليس له الحق في التشريع، كما أنه إلى اليوم لا تزال الأحزاب السياسية ممنوعة في عمان. وفي صيف عام 2010 انتهز مثقفون وناشطون في مجال حقوق الإنسان فرصة الذكرى 40 لاعتلاء السلطان قابوس سدة الحكم، ليقدموا له لائحة مطالب يدعونه فيها إلى إجراء إصلاحات كاعتماد دستور جديد من شأنه أن يؤدي إلى نظام ملكي برلماني، واتخاذ تدابير لمكافحة الفساد لدى كبار المسؤولين في الدولة. في بداية عام 2011 نظمت احتجاجات واسعة ومتكررة في عدة أنحاء من البلاد، بما فيها العاصمة مسقط وصحار وسلالة. كانت شعارات المتظاهرين اجتماعية تخص البطالة والفساد المالي، وكذلك سياسية كالمطالبة بإعلام حر واعتماد دستور وضمان الفصل بين السلطات. وكرد فعل على الاعتقالات وسقوط قتيلين على يد قوات الأمن، تعددت الحملات على شبكة التواصل الاجتماعي المنددة بانتهاكات حقوق الإنسان والشاجبة لمواصفته بدولة الأمن والبوليس. ومن بين قادة تلك الاحتجاجات ظهرت شخصية بارزة، وهو طالب المعمري الذي سهر منذ البداية على سلمية المظاهرات. ولد طالب المعمري عام 1972، وهو من مدينة ليوة في شمال شرق محافظة الباطنة. وتحصل طالب على دكتوراه في اللغة العربية من جامعة القاهرة عام 2007، ثم اشتغل أستاذا بجامعة الصحار، له مؤلفات ودواوين شعر، وعرف بنشاطه الرياضي والجمعوي الكثيف. انتخب طالب المعمري في مجلس الشورى لعمان عام 2011، وظل المعمري كمنتخب نصيرا لحقوق الإنسان، واشتهر باستغلال المساحة المحدودة الممنوحة له لنقل مطالب المواطنين ومحاسبة الحكومة على فشلها في تلبية تلك المطالب، فصار هدفا للسلطة التي أصبحت تخشى مواقفه الصريحة والشجاعة ودوره في الدفاع عن الحقوق المدنية وحقوق العمال والصحة العامة والبيئة. لا يتكرر ما حصل في ولاية لواء من تدمير وجهها الأخضر بسبب الملوثات التي وزعتها الشركات العاملة في هوائها وأرضها وبحرها وفي صدور أبنائها، وهل تم دراسة تأثير ذلك اجتماعيا، وخاصة في ظل الآثار السلبية التي ظهرت على أرض الواقع كانتشار الروائح الحادة وتسرب الغازات السامة وتلوث المياه والقضاء على الزراعة والقضاء على مهنة الصيد. أهالي ولاية لواء
والمناطق المجاورة يستغيثون بوزارتكم الموقرة ووزارة البيئة إن كانت تقوم بدورها في إيقاف هذه الكارثة البيئية والاجتماعية، فلهم حق العيش في أمان. والنقلة النوعية التي قام بها الدكتور طالب في طبيعة الحوارات بين ممثلين الشعب وبين ممثلي الحكومة صورة جديدة لممثل الشعب تحت قبة المجلس. لم كن نرى مثل هذه الخطابات، خاصة أن المواضيع التي تطرق لها الدكتور طالب تحت قبة المجلس كانت مواضيع حساسة جدا. عمدت السلطات العمانية في أعمال انتقامية ضد المعمري خلال الاحتجاجات الشعبية لعام 2011، حيث تم احتجازه ليومين، وفي عام 2012 طلبت النيابة العامة من مجلس الشورى رفع الحصانة البرلمانية عنه. وأخيرا تذرعت الشرطة العمانية في أغسطس عام 2013 بمشاركة طالب المعمري في الاحتجاجات التي شهدتها منطقة ليوا ضد الانبعاثات الملوثة للصناعات البتروكيماوية لتعتقله رغم حصانته البرلمانية بتهمة التجمهر حسب زعمها، في مدلول واضح أن السلطات اعتبرت احتجاجات صحار تعديا للخط الأحمر. أفرج عن طالب في 11 من أكتوبر عام 2013 ليعتقل مجددا بعد ساعات من الإفراج عنه. وأخيرا قضت محكمة مسقط بسجنه 4 سنوات وتغريمه 700 ريال عماني بتهمة الإضرار بهيبة الدولة والإخلال بالنظام العام وعرقلة حركة المرور، ومنذ ذلك الحين وهو محتجز تعسفيا في سجن السمائل قرب مسقط. هذا الاعتقال حدث بسبب عقاب، أو دعنا نقول كعقاب أمني من السلطات أو من السلطة أو من النظام أو حتى من السلطان قابوس نفسه لطالب المعمري بسبب المطالبات أو المطالب التي لطالما ذكرها تحت قبة مجلس الشورى. وخلال زيارته إلى عمان في سبتمبر عام 2014 طالب المقرر الخاص الأممي المعني بحرية التعبير والتجمهر السلمي السماح له بزيارة طالب المعمري في زنزانته، إلا أن السلطات العمانية رفضت طلبه. وفي نوفمبر عام 2014 وعلى إثر شكوى رفعتها منظمة الكرامة أصدر الفريق العامل الأممي المعني بالاحتجاز التعسفي قرارا مفاده أن طالب المعمري حرم تعسفيا من حريته، وأنه تم سجنه بسبب ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير والتجمع السلمي، تلك الحقوق المكفولة بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وفي قراره المعتمد بالإجماع يوم 16 من أكتوبر عام 2014 أعرب مجلس الاتحاد البرلماني الدولي عن قلقه إزاء حالة المعمري بصفته برلماني تعرض للانتقام على إثر ممارسته لحقوقه المشروعة في الاحتجاج السلمي وحرية التعبير. كما دعمت قضية طالب المعمري منظمات حقوقية كهيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية التي اعتبرته سجين رأي. مجرد دخول الدكتور طالب السجن بحجة التجمهر هي كانت مجرد عذر، ممكن أسميه مسمار جحا استخدمت السلطة لكي تتخلص من الدكتور طالب من المجلس الشورى. ويمثل طالب المعمري نموذجا للنضال السلمي الشجاع، ويجسد في عمان وفي منطقة الخليج بشكل عام الكفاح من أجل احترام حقوق الناس وتمكينهم من رفع تظلماتهم بالطرق السلمية، وأن تتكفل الحكومات المسؤولة بمطالبهم. وضع الحقوق في عمان الآن صعب جدا، تلك الثمار التي جناها الشباب أو دعنا نقول بارقة الأمل التي حملها الحراك الاحتجاجي في 2011 والتي توسمنا منها خيرا، نعلم تماما الآن أنها إن لم تكن اختفت فقد تضاءلت، وذلك بسبب القوانين الأمنية التي أصدرتها السلطات الأمنية في عمان وحاولت من خلالها تطويق كافة الحراكات مهما كان نوع هذا الحراك، سواء كان حراكا لفظيا أو كان حراكا كتابيا أو تحركا ميدانيا، إلى رفض السلطة في عمان إلى مبدأ الرأي والرأي الآخر وأنها لا تستمع إلا لصوتها فقط. حسب القانون العماني تشكيل مثل الفرق لهذه الحقوقية صعب جدا، المنظمة الحقوقية الموجودة ولا الجهة الحقوقية
الوحيدة في عمان هي جهة حكومية. احتجاز طالب المعمر بشكل تعسفي يعكس للأسف تصرف حكومات المنطقة مع هكذا مطالب، والتي على الرغم من مشروعيتها وطابعها اللاعنفي لا تزال تنظر إليها هذه الحكومات بشكل خاطئ تماما على أنها إهانة وتهديد للاستقرار.